وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي السيد جاسم محمد البنيوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أهلا بك في نشرة الثالثة. طبعا كلمة في ذكرى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شكرا أختي الكريمة، وأنا سعيد بتواجدي اليوم في تلفزيون مملكة البحرين، وأود الحقيقة في البداية أن أرفع إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو قائد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله جميعا ورعاهم، أسمع آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 42 عام على إنشاء مجلسنا الموقر. وأيضا أود أن أرفع إليهم أسمع آيات التهاني والتبريكات على ما حققته مسيرة مجلسنا المباركة أختي الفاضلة من إنجازات رائعة، ومن تاريخ 25 مايو 1981 42 عام ولله الحمد، ونحن نعيش في كنف هذا المجلس أكثر قربا وأكثر تواصلا وأكثر اندماجا وتكاملا. إنجازات ولله الحمد عديدة على كافة المستويات حققها مجلسنا، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني والعسكري، وجميع قطاعات المشترك المجتمع نشعر جميعا نحن كخليجيين بالفخر فيها. نحن أيضا نعلم أن هنالك العديد من المواضيع التي يتوجب علينا كدول خليجية أن نستكملها حتى نحقق طموح وتطلعات شعوبنا، ولكن ولله الحمد ما حققناه يثلج صدرنا ويبعث فينا جميعا كخليجيين الفخر الكبير والسعادة الغامرة. نعم معاليك، كيف يعني أثرى المجلس اليوم مسيرة التعاون بين الدول الشقيقة؟ الحقيقة يعني هذا سؤال مهم جدا، والنتائج الملموسة واضحة وجلية من التعاون العسكري الملموس منه والمستشعر منه، من التعاون الاقتصادي اللي فيما يتعلق بنقل السلع، فيما يتعلق بالسوق المشتركة التي نطمح ونعمل على تحقيقه إن شاء الله في القريب العاجل، فيما يتعلق بربط سكك الحديد، هذا المشروع الطموح الذي بدأت الدول في العمل على تحقيقه. نرى هنالك تفاوت ما بين الدول في تحقيق هذا المشروع، ولكن الخطة الموضوعة لها هي أن يتم العمل به بنهاية عام 2025. نعم. يعني حققنا إنجاز رائع، هنالك الربط الكهربائي ما بين الدول، هنالك التنسيق السياسي رفيع المستوى. دول مجلس التعاون أختي العزيزة حققت على مستواها الشخصي العديد من الإنجازات، ولك فقط أن يعني تستنيري بالمؤشرات الدولية ذات المصداقية العالية حول مكانة الدول الخليجية على كافة القطاعات وفي كل المواضيع. نعم. فأمانة العامة لمجلس التعاون ومجلس التعاون كمؤسسة يحتاج أن يحاكي هذا التقدم الرائع للدول الخليجية على كافة المستويات، وهذا دور الأمانة العامة، وهذا ما يعني يحثنا عليه أصحاب السمو والجلالة والفخامة، أن نحن نستكمل هذا الترابط والتكامل الخليجي بنفس السرعة وبنفس الوتيرة التي حققته كل دولة على حدة، وهذا هو الهدف المرجو. نعم، إذن معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكرا جزيلا لك.